السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان السينما فن المحاكاة الفائقة. تأخذنا السينما بأفلامها في رحلات خيالية من خلال قصص لم نعيشها أو ربما سنعيشها أو لن نعيشها أو سبق أن عشنا مثلها في يوم من الأيام، ومع ذلك نجد ما يجذبنا إليها ويعلقنا بأحداثها. بعض تلك الأفلام المميزة يجسد تفاصيل الحياة بكل تعقيداتها، على سبيل المثال عند تفشي وباء مثل فيلم Outbreak Contagion، أو انهيار اقتصاد مثل فيلم The Big Short، أو عند السفر عبر المجرات في Interstellar، وبناء المستعمرات في الكواكب The Martian، أو إعادة تفريخ الديناصورات جوراسيك بارك والسلسلة الأفلام التابعة له، أو اصطدام كوكبنا بأحد الكويكبات Deep Impact، أو مراجعة سيرة ذاتية لشخصية علمية أوبنهايمر، أو إنجاز مهمة مستحيلة مثل Mission Impossible، والقائمة تطول. في بعض الأحيان يشارك الروائيين في كتابة قصص تلك الأفلام أو يدقق تفاصيلها أو يراجع تواتر أحداثها أو حتى يشارك في إنتاجها كوكبة من العلماء مستشرفي المستقبل أو المؤرخين الذين يشار إليهم بالبنان، فتأتي تلك الأفلام بتفاصيل دقيقة تشابه الواقع الذي قد يتحقق في يوم من الأيام ويتطابق مع أحداثها بشكل مدهش، بل إن بعض العلماء والكتاب قد يعيش ليعاصر حدوث تلك الأحداث من جديد والتي كتب عنها، مثل ما حصل مع دكتور إيان ليبكن الذي قدم المشورة لفيلم العدوى الشهير كونتيجن، والذي أعلن على الهواء إصابته بفيروس كورونا عندما كان يسابق الزمن لاختبار لقاح للتحصين ضده والتخفيف من أثره في معامل جامعة كولومبيا النيويوركية العريقة. محاكاة تلك الأعمال الفنية لسيناريوهات قد تتعرض لها البشرية في مسيرتها الكونية تضفي عليها أهمية كبرى لما تشكله من فرص للتفكير في كيفية التعامل مع تلك الأحداث المفترضة حين وقوعها، حيث أن الأفلام المتميزة في غالب الأحيان تلقي الضوء على قرارات صعبة تصنع خلال أحداث الفيلم وعواقبها، ولكن ليتمكن المشاهد من استخلاص تلك الدروس والعبر التي بذل العلماء والكتاب والروائيين جهدا في تأصيلها وأفنى الطاقم الفني والتقني وقتا ومالا في تجسيدها، إن ذلك يتطلب منه أي المشاهد تعمقا يتجاوز المشاهدة السطحية أو مجرد الانبهار بالمؤثرات البصرية أو الانشغال بالتفاصيل الجانبية، رغم أنها جزء مهم من جمال تلك التجربة المسلية، وذلك تجنبا للقفز إلى الاستنتاجات التبسيطية التي تقصر الاستفادة من تجربة المشاهدة على مجرد التسلية المصحوبة باستهلاك أرطال من الفشار والمشروبات الغازية. تختلف محاكاة السينما عن المحاكاة المبنية على النماذج الرياضية البحتة في تنوع المناظير التي تستطيع السينما أن تشملها وتعبر عنها ببراعة فائقة في قوالب بصرية وسمعية غامرة، فهي لا تقوم مثلاً باختزال حل المواقف المعقدة بقرارات مثالية أحادية الجانب، بل تغلفها بالمشاعر المختلطة والتناقضات الواضحة والمصالح المتعارضة والعلاقات المتشابكة، مما يجعل تجربة المحاكاة التي تقدمها مثرية ومؤثرة في نفس الوقت. لذلك تجد بعض مقاطع الأفلام طريقها إلى الجلسات العائلية والفصول الدراسية والقاعات التدريبية والمؤتمرات العلمية لشرح بعض الظواهر العلمية والاجتماعية أو لنقاش بعض القضايا الخلافية، مما يجعلها راسخة في الذاكرة المجتمعية ورافد قوي للثقافة العالمية ووسيلة فاعلة لتسهيل فهم النماذج الرياضية، فتستحق بذلك أن يطلق عليها فن المحاكاة الفائقة. شكرا لحسن استماعكم، ألقاكم قريبا بإذن الله.